عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين يا رب دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش تعمل لايك نشترك في القناه وقبل ده كله صلي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن احراج شديد تعرضت ليه ساره لما سالت الضيف بتاعها عن ظهور زوجته في السوشيال ميديا وهو يعني قال كلام تقيل جدا حاولت هي تقفل على الموضوع لكن هو برده ما سكتش. يلا بينا نشوف روحي زعما انا نديرها معي التواصل الاجتماعي ولا بس ما تنجحش العلاقه وما تروحش باين بالاخ صح وجهه نظر لا مش وجهه نظري هذه حقيقه حقيقه ما بين تكون مره عند الناس ولا حقيقه هي 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 الحقيقه تختلف لا لا ما تختلفش تختلفش كل واحد كيفاش يشوف ما امشي كل واحد كيفاش يشوف كيف الجدايا كي ماجيني واحد حاكم مرتو يتبان هو مرتك هي مرتك 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 سطرك هذه عام تجهلونا ولو كان كانت هي اعلاميه مثلا ولا مذيعه ولا تبان في التلفزيون من قبل ما تعرفها نورمال راهي مذيعه اي تخدم كيما انت يلاه يبارك تخدمي حصص ما كاش اشكال في هذه القضيه عندي صفحه في مواقع التواصل الاجتماعي ما تروحيش ديريكت كل يومك دادا شوف باش ما نديش تجريح حياتي تبقى مخبيه من الاخر هل في يوم من الأيام شوفوا أبي مع زوجته في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أبداً أبداً شخين نهضر ما كاش اللي دار مرته في المواقع الاجتماعي ولا كانوا كوب في موقع اجتماعي وما طلقوش من الأخر يا يطلقوا يا يتغبنوا يا تجيهم العين تجيهم التابعة تجيهم كاع شوف جد المشاكل اللي كاين في الدنيا كاع كاينة والمرأة تبقى الحقيقة كان إحراج كبير جدا لسارة قدام متابعيها حاولت تقوله إن هو كل واحد ليه وجهة نظر ولكن هو قال دي وجهة النظر وده اللي بيحصل فعلا. شوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.